وبلشت حلقة نيكست ومثل العادة بلشناها بميوزك حلوة كتير وسونج كتير رائعة كانت كمان بالمراتب الخمسة الأولى الأغاني بالعالم العربي بنيكست. حلقة ريتا وأنا أكيد منقدمها اليوم. ريتا بعت لي الميلي شوي صغير والله زبطت لا انتزع هلا هيدا نحن مش قصدينه بكره بصير بيقصدوها غير مطالع. طيب على كل حال ضيفنا هالقد مهضوم هالقد بتنطروه على السوشيال ميديا بشكل كثير كبير بيقولوا له دائما اجمل شاب على تيك توك. بتعرفوا في كثير القاب لانه هالقد بيطلع لايف وبيحكي مع جمهوره بطريقه حلوه كثير. في ناس بتقول عنه كثير شايف حاله، في ناس بتقول لا هذا شيء عادي ولازم يكون مغرور. لازم يكون مغرور او لا ما بنعرف. محمد حجازي اهلا وسهلا فيك. بونسوار محمد، شو اخبارك؟ ماشي الحال الحمد لله. محمد ما بتتضايق انه حدا يتنمر عليك ولا شيء بحس؟ لا لا ما بيعني، بس بتحقد يعني انه ممكن انك تعمل اي ردة فعل؟ ليك هلا العالم كل حدا عنده رايه بني، في عالم في كمية العالم بتحبني وفي كمية العالم بتكرهني. ايه؟ مثله مثل حيلا عملت برسنتاج اي اكثر؟ اي اكثر؟ ايه؟ خليني ساكت. برايك الهيترز او الناس اللي يمكن ما بتحبك بتتابعك؟ بتضل عم تتابعك برأيك؟ لكن يمكن هن شافوا شيء عني ما حبوه، يمكن مثل ما انت قلت هيدي الشوفة الحالة او شيء يمكن تبين للعالم اللي شافوا عنه انا العكس يعني كثير داون تو ايرث على الارض. صح، بس ما بعرف ليه بيكرهوا هيدا الشيء، بيكرهوا الواحد يكون عنده ثقة بحاله او شيء، ما بعرف ليه العالم هيك. لقب احلى شاب على تيك توك مين عطاك اياه؟ انا اعطيته لحالي. انت اعطيته لحالك بس انه اكيد كان انا عم بقول لك انا لو ما احلى شاب على تيك توك يمكن العالم ما كانت عرفتني على فكرة. يعني انا بلشت انعرف ورا اني انا عم بحكي عن حالي احلى شاب. انت كنت عم تحكي عن حالك حتى كل ما امشي وين ما امشي وهيدا رفقاتي، حتى رفقاتي خلص تعودوا احلى شاب بعتوا لي احلى شاب. ما بحسوك مغرور يعني بس انت تقول لا ليه عم تقول لا ما عندي غرور انا والله كثير على الارض انا والله. طيب خبرونا اول شيء تحيه كثير كبيره لكين كوميديا اللي دائما عم يكونوا معنا وين ما كان، وانت مستلمين لك اعمالك. خبرنا عن التحضيرات اللي عم تصير للشهر الفضيل. هلا في شيء انا عم حضر له شيء لإلي للتيك توك اجمالا واكيد حيكون عم ينزل انستا وشيء شيء مثل مسلسل مثل فلوج مثل لا لا هو مسلسل عباره عن 7 حلقات كل حلقه مفروض تكون شيء دقيقتين 3 دقائق مثل هيك قصه صغيره. لوحدك فيها رح تكون اما معك؟ لا في معي حدا انفلونسرز من تيك توك اما لا ايه حدا من تيك توك. واو حلوة الفكرة بس هيك ما بحب صرح خليها على لا ما صرحت ايه كفي لنا شو في بعد بالفكرة ايه فعم قد ايه وقته؟ قد ايه وقته؟ كل وحدة دقيقتين كل حلقة هن 7 حلقات كل حلقة وبتخلص القصة بدقيقتين يعني هالقد سريعة القصة؟ لا ما هي حتبلش بالحلقة الأولى وآخرها يتبع وحلقتين انه هيك مسلسل يعني ريليتد لبعض مش كل وحدة مخصصة بالثانية يعني مش كل يوم لا لا ريليتد لبعض هن كينجو اشتغلوا لي عليها وهن كتبوها وكل شيء يعني الله يخلي لنا كينجو اي اكيد ألف تحية لأستاذ سعيد رح نروح نحن وياك أكيد والمشاهدين لفقرة هيك بنحبها كثير من وهم فيها وهم رح نشوف جمل او رح نشوف اذا معقول يصيروا بالحقيقه او بيبقوا ضمن خانه الوهم. اوكي بنشوف. الانتقال للعيش ببلد عربي بتقلنا وهم او حقيقه؟ لا ممكن تصير حقيقه منا وهم ابدا. في حكي بالموضوع؟ عم خطط له بس انه بعد ما في شيء اكيد 100%. شو اللي بخليك تنقل للبلاد العربيه تفل من لبنان؟ ليك هلا انا زلمة كثير بحب لبنان وانا من زمان قادر اطلع برا لبنان بس هيك عم جرب قد ما في ضل بقلب لبنان. يعني بتحب كل العالم بعرفهم مش قصة حب الوطن او شيء يعني اكيد ما في حدا ما بيحب بلده بس انه خلص المعارف ورفقاتي وتقريبا كله موجود العلاقات هون اكثر اجمالا بفلوا من لبنان تا يروحوا كرمال المصاري يعني اكثر يعني بفلوا عن بلدهم عن عائلتهم كرمال تا يطلعوا مصاري برا. انت كرمال هيدا السبب بتفكر تفل من لبنان؟ ايه هلا انا اجمالا بالنسبه للارقام الموجوده عندي على السوشيال ميديا قادر اكون كمان انفلونسر عم طلع من برا عم طلع هون تريبل واكثر كمان بقطر ولا امارات ولا وين ما كان. طيب رح نشوف الجمله الثانيه. ما حدث مع دكتور فود وشروق يتكرر مع نجم مواقع التواصل؟ ممكن انت تعمل الشيء اللي صار مع شروق ودكتور فود على السوشيال ميديا؟ لا ابدا وهم وبعيد كثير ما بحط حالي بهيك موقف بجرس حالي حسيتهم جرسوا حالهم يعني انت باللي عم بهدله صراحه يعني بس بوكير رجع اضطرت الامور هيك عم بيقول لك انا صراحه ما عرفت شو صار ولا تبعت اخبارهم ولا شيء بس عم يطلع لي كان على تيك توك القصص تبع اخبارهم يعني ما بحب
انه لو بيعنوا لي اوكي ممكن كنت تابع، بس ما بيعنوا لي. برايك يعني المحتوى اللي هن بيقدموه ما بيلفت؟ ليك دكتور فود انسان ذكي ما بنكر، الشيء اللي عم يعمله الارقام اللي عنده اياها هذا دليل انه هو انسان ذكي وبيعرف كيف يعمل استراتيجي. بس الخبريه اللي صارت اخر فتره كانت ضد ما بعرف اذا هي مزبوطه ولا كانت تمثيليه يعني، بس هي حلوه هذه النقطه مزبوطه او تمثيليه، هي في كثير منها على فكره يعني، هي تمثيليه اكثر من الحقيقه اوقات. ثلاث ارباع القصص اللي بتصير على السوشيال ميديا صارت كلها مفبركه دراما. طيب لكن ولا ممكن تصير وهم مراسل لقناه تلفزيونيه سياسيه بامتياز يعني ريبورتر يعني. ريبورتر ايه بحب انا ابين كثير على الكاميرا. ممكن بتحب تحكي سياسه؟ ليك سياسه كل ما بفهم فيه ولا بقرا ولا بعرف شيء عنه، بس تقدر تغطي شيء سياسه؟ لا بس ركزت على مراسل اكثر من انه شيء سياسي يعني. اكثر من انه بحب هيك كثير اطلع على الكاميرا. بتغطي الحرب بالجنوب؟ عم عندك ليك انا اللي عم بيصير بالجنوب الله يرحم اكيد الشهداء، وانا من الجنوب اصلا. انا من الجنوب، يمكن الكل ثلاث ارباع العالم بتعرف، بس انا من الجنوب. عم نزل فيديو من ثلاث ايام اي ثينك، حكي جمله حلوه كثير ووقفتك لذيذه. كنت بكينج وعم صور وفجاه صارت الضربه ورج هيك، وحبيت هيك نزل بما انه كنت موجود تحت. بس هيدا الشيء مش انا اذا ما نزلت، انا ما كنت عم نزل قبل، بس مش يعني اذا ما نزلت يعني انا ماني متضامن مع الجنوب، بالعكس. لموك انك ما نزلت مشان هيك عم تقول هالجمله؟ ليك صار في كتير هجوم علي من بعد حفلة الشامي، صارت تتنزل لي فيديوهات لإلي تحت وصار في هجوم منيح. وين المشكل؟ ليك هو ما في مشكل، بس ما بدي العالم تفكر. ليك هلا الحياة، الإنسان جاي على الحياة مرة واحدة يعني، أنا عم عيشها ما حي في شيء حينعاد، بس إن العالم تيجي تهاجمني من ورا شيء ما بعتقد لازم تهاجم على شيء، إنه الحمد لله ما ماتلي حدا. يعني عم بيقولوا لك المفروض ما تحضر حفلة الشامي. حياتي وحر فيها، حياتك بعمل بدي اياه. بس طيب جمله جديده، تراجع متابعين نجم مواقع التواصل من بعد اعتراف حبيبته السابقه بالقيام بتعنيفها، ممكن يوما ما هيدا تصير؟ لا لا ما في شيء بخليك تفقد اعصابك ويمكن تضرب حبيبتك؟ ليك هلا انا عصبي بس ما بعرف، بتحس انه ممكن تصير يوما ما؟ هيئتها صايره. لا لا ليك انا ما بنكر اني انا شخص عصبي وبعصب تراكمات، بس تراكم الشخص بعصب منها، بس ما بعرف. لا انت اخبارك بتنقلها على السوشيال ميديا يعني، انت قبل بمره كنت ضيفنا هون بالحلقه مع حبيبتك، هلا انت لوحدك، واكيد انه الكتار بيعرفوا انكم انفصلتوا. مزبوط، بس اخباركم ما انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا. مش شروق ودكتور فود يعني؟ لا لا ليك انا يعني انا ما في بغطي يعني، حتى وقت تركت يعني ما طلعت، انا عادي ماشي الحياه طبيعي وماشي انا عادي. وانت استغربت كثير انت عم تحكي عن هالموضوع يعني. لا بس هيك شوي غريبه هي. طيب يلا، ديو غنائي بيجمع نجم شاب عربي بنجم مواقع التواصل. ايه مش غلط عليك، انا بحب اغني بس صوتي ما حلو يعني. صوتك ما حلو لكن ممكن تكون وهم يعني، اذا فينا نقول. لا مش وهم، ممكن تصير، ممكن تصير حقيقه. كل شيء ممكن بالحياه. طيب من هيدي الفقره رح اروح انا وريتا طبعا لبريك قصير، دعست لك على الورقه. بريك قصير وبنرجع. دونت جو اواي. ورجعنا بعد بريك، تحية لكل المشاهدين اللي بلشوا يتابعونا من هيدي اللحظات. وهلا وصلنا هيك تنروح على طاولة غير شكل، طاولة عشاء لذيذة، مين رح يعزم عليها؟ محمد حجازي مش هيك؟ مزبوط. شو هي الفقرة؟ توب فايف. اف واو، توب فايف. يعني أول مرة بتحضر ريتا اسم الفقرة، نحن اليوم معيدين يعني إذا بتجيبوا كيك. عم بمزح. أكيد رح نشوف كذا بابليك فيجر، رح نشوف إذا أنت مين رح تختار وشو التوقعات رح تختار. يلا هيدا نشوف أول طاولة. أول طاولة، أنت ليه قلت بتفضل العشاء على الغداء؟ هلا كنت عم تقول. إيه كيف عرف إن عشاء بفضل العشاء على الغداء؟ إيه مفروض. يلا على أول طاولة مين بدك تختار من بين دكتور بيوتي، ليا حمزة، سيف الوليد حرب، بوب هركل؟ بحسكم بتنقوا العالم اللي عندي اياه انا على السوشيال ميديا. طبعا كايند اوف هيك وهيك. سمير انا صاحبي معه تقريبا في عمل انا وياه مخدوم. بوب هركل كمان رفق انا وياه، وسيف كمان من فتره تعرفت عليه. وليا صاحبي منيح انا وياه. كلهم احبهم. ايه هيدا عم تخيرني هيك خيار صعب.
لازم نقي واحد انا مضطر بدي على طاولتك رح يزعلوا بس انه غير ايام بتشوفهم كمان لا بس اكيد انا حنقي حدا صاحبك ليا ليا كثير صاحبي انا وياها ليا اختار ليا لكن ليا حمزه اول وحده على الطاوله ساكن الطاوله ثاني طاوله عنا ليا الاخراس نانسي حوراني كيمو وجانا المير هون الزعل المظلوم كمان كلهم رفقه معهم اخرس ايه كمان صاحبي انا وياها نانسي كثير صاحبي انا وياها وكيمو كثير كثير صاحبي وجانا كمان يعني هو الخيار صعب يعني بين ثلاثة يلي هن نانسي وجنى وكيمو مين؟ كيمو رفقة أنا وياها وجنى كمان رفقة أنا وياها بس بختار نانسي نحن قراب قطعت فترة كنا كثير إخوة كثير يعني بختار نانسي حوراني نانسي حوراني كان سارع الطاولة جنى وكيمو أحلى يزعل مني دخيلكم شو؟ جنى وكيمو يزعلوا مني والله أنا بحبهم بيعرفوا إني قد إيه بحبهم وكل شيء بس طيب. إنه عم بختار الأقرب يعني اللي يا حمزة ونانسي حوراني ثالث طاولة تنشوف مين عليها مازن عبد الله كاتراكسا بيشو جعفر وعبد الله عقيل عبد الله بحضر له فيديوهات ومهضوم بس بعد ما صار لي الشرف يعني بعد ما تعرفت عليه مازن قطعت فترة كمان صحبان وياه كاتراكسا لا الأقرب حاليا هي بيشو بختار بيشو ايه هي الأقرب حاليا من الثلاث البنات صاروا لهلا ايه ما نقيت كاتراكسا احكينا عن دكتور فود وشروق ونسينا كاتراكسا ليك كاتراكسا وقفت حدا بهالموضوع؟ ما وقفت حدا على السوشيال ميديا بس انه حكيتها يعني سمعتها قلب طفل عم بيضحك على سمعتها بالنهايه بمطرح معين ليك ما بعرف انا بس حسب اللي بعرفه كاتراكسا قلب طفل وهي اصلا طفله يعني ما بعتقد مظبوطه الخبريه مستحيل ما بحس لا 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 مش ضروري تكون مظبوطة بس انه كتار من التيك توكرز كانوا حد كاتراكسا ايه لا انا كمان منهم يعني لا اكيد انا حدا للبنات يعني هي بنت لحالها وما لها حدا يعني لكن بيشو نانسي وليا الطاولة الرابعة مين في عليها؟ هات لنشوف الخيارات صعبة عنا الشامي وديع الشيخ سارة زكريا ونانسي نصر الله لازم يكون في حدا بيغني صوته حلو كمان على الطاولة غير ليا بختار ليك وديع بحب شخصيته وكاركتيره هيك بحسها قريبه لإلي والله بس اخر فتره كثير بسمع اغاني للشامي فبختار الشامي مع انه ما بعرفه وما اني صاحبه يعني يعني بس انه بتابعه بحبه للصوت يلا بس تيجى ياخذك المخرج مين اخترت؟ لانه عم له منشن للشامي عليهم لا بختار الشامي ايه الشامي طيب من الشامي بنروح للطاوله الخامسه الطاولة الخامسة عنا شاف أنطوان ستيفاني عطلة مايك فغالي وبيرت واكت بيرت قطعت فترة كانوا يقطعوا فيديوهاتها شاف أنطوان أنا صراحة ما بحضر تي في يعني مع احترامي لإله يعني ستيفاني عطلة هي بتمثل يمكن صح كريستال مؤخرا ما بحضر مسلسلات أبدا لا بس أنه معروف كثير نمبر 1 على السوشيال ميديا لا لا ما بحضر والله أبدا ما بتعرفها لستيفاني عطلة بتتابع توقعات مايك فغالي مايك فغالي هيك لا كمان لا خلص بانه ستيفاني كمان على السوشيال ميديا ونمبر 1 وفيها خبريه سوشيال ميديا فستيفاني مع انه لا ما بعرفها صراحه يلا بس بعرفها انها بتمثل يعني لا بتاع ذكيه لا بس بعرفها انها بتمثل بعرف انها بتمثل بس طيب تمام لكن صارت الطاوله كثير حلوه ستيفاني عطا الله ستيفاني عطا الله شو معقول هيك تخيلهم كلهم على الطاوله يعني الشامي ستيفاني عطا الله شو بدنا نعزمهم جعفر نانسي حوراني ليا حمزه اول شيء ايه شو عزمهم ليك انا بحب السوشي صراحه سوشي اطيب شيء السوشي تمام كلهم يمكن ما كثير بيعرفوا بعض او يمكن بيعرفوا بعض بس على السوشيال ميديا شو الموضوع اللي بتكبه كرمال تجمعهم عندك بطريقه ذكيه يعني كلهم يصيروا يشاركوا بالحديث كلهم يشاركوا بالحديث هلا ما في اخترع لك حديث يعني بعدها ما صارت بس صير ساعتها بخبرك شو معقول يكون الحديث هيك قصدك تلعبها ذكيه علي قصدك تقدعيهم يعني لا بتكونوا عندك على العشاء ما حدا عم بيحكي مع الثاني لقيتهم انه هن بنهي عندك كيف بتجمع الحديث واحد يجمعهم كلهم او بتقول بتفتح موضوع معين هو يعني تشدهم عليه كله ليك حاليا بس تعدي صرتي هلا مع اشخاص اكثر موضوع بينفتح هو موضوع تيك توك وسوشيال ميديا صح
ما بعتقد في شيء ثاني بيفتح على كثير. هيدا يسأل عن اخبار هيدا وهيدا بيعرف اخبار هيدا 100%. هذه كانت فقره تو فايف. رح نروح سوا مشاهدينا لبريك قصير، بس قبل بدي اتشكر ابوميتريكس دائما على الملابس. شكرا ابوميتريكس على ستايل ديفرنت دائما معي. وكمان هشام حداد حداد باربر شوب، ثانك يو ابوميتريكس وثانك يو هشام حداد. بريك قصير وبنرجع لفقراتنا. رجعنا بعد بريك ومعنا معكم اكيد اريتا وانا واكيد ضيفنا محمد حجازي. محمد جاهز للاسئله والاجوبه السريعه؟ يلا ريدي على طول، ريدي معك انا اصلا. يلا تمام. كاتشب وصف للحياه بثلاث كلمات، كيف توصفها؟ حلوه، شهره، اكشن. واكشن، واو حلوه. كوت دائما هيك تقوله بالحياه مثلا بيقطع معك، او مثل، او يمكن شيء بتقوله كل يوم، شو هو؟ كل شيء يحدث لسبب. كل شيء يحدث. عملها تاتو هون اصلا. كمان كتبها. واو نايس. لونك المفضل؟ اسود. الاسود واضح هذا الشيء. موفي بضحكك كثير؟ كثير. اسم موفي؟ هلا انا كنت احضر من زمان، هلا بطلت، بس هوم الون كنت اضحك عليك. هوم الون ايه بضحك كثير. انستغرام او تيك توك او واتساب؟ انستا اكثر. انستا اكثر. انستا اكثر من تيك توك؟ بتطلع لايفات انستا اكثر من تيك توك؟ مظبوط. تمام. شو النيك نيم يلي بيعطوا لك اياه اصحابك وبتحبه كثير وما كثير متداول؟ هلا الاصحاب كلهم بيعطوا لي احلى شاب. اوكي فاين. هو شيء ما بنعرفه. ما في غير شيء. هلا اخواتي بعثوا لي حمودي. حمودي. اوكي تمام. ليش اخر مره بكيت؟ شو كان السبب؟ واي متى؟ علاقه عاطفيه بكتها نزلت لك دموعك؟ لقوك بفتره معينه كثير عامل ديبرشن واضحه كانت قدام كل الناس، يعني حتى لو كنت عم تبتسم كان عم بيقولوا بعضهم انه انت زعلان لانه تركت انت واسيد. صح شكلك ناكش عني قصص خطيرة. لا ابدا ابدا، بس هذا الشيء واضح. احلى شيء ممكن تقوله بالعالم. هذا الشيء واضح كان على السوشيال ميديا. انا ما ببين زعلي على السوشيال ميديا، بس بيني وبين حالي ايه كان في هيك شويه اكتئاب مثل ما بيقولوا يعني. لما تكون مكتئب شو بتعمل؟ كيف طلعت من الاكتئاب؟ بسمع اغاني. ليك في شيء كلمه هيك بيقولوا فيقتني. ايه ومن وقتها انا بطلت كثير اسال عن الموضوع او اخذ واعطي بالموضوع يعني. تتغير شخصيه الشخص من بعد كل علاقه؟ صار ورا. ليك انا ايه قلبت كثير شخصيتي، يمكن تحولت لشخص هيك مثل ما بيقولوا شوي بلا قلب بقلبه حجر. بس بعدني هذا الشخص الطيب والحنون والمنيح يعني مع الجميع يعني. بس هذا الشخص يغير شغله فيك انت على بالك كانت تتغير. ليك هي ما تغيرت من وراه يعني، هي نتجت عن شيء جواتي يعني، ما له علاقه هذا الشخص. جربت ترجع تفوت بعلاقه ثانيه؟ لا انا رافض الفكره، انا ما بدي. وبس رح تفوت بعلاقه رح تكون مستعمل قلبك القاسي من وراء علاقه سابقه؟ لا، ما انا الشيء القديم صار وصار، ما بربطه بالشيء الجديد يعني. بالنهايه الشخص اللي حاحكي معه والصبيه اللي حاحكي معه ما لها علاقه بالشيء اللي صار قديما يعني. صح، صفحه جديده. لك تحيه كثير كبيره من المخرج جارو جبور، واشتغلتوا سوا، مخرجنا اليوم. واشتغلتوا سوا ببرنامج، برنامج شو اسمه؟ مخيم الاكبر. ايه مخيم الاكبر. طيب برجر او بيتزا؟ لا برجر. برجر. اسم سياسي بتحب تسمع له؟ ما حدا. ماني كثير انتو سياسي واخبار وتي في. يلا من الاخر، ما حدا بيلفتك يعني؟ اذا عم بتدور بالتي في وطلع لك سياسي معين بتضلك ما بتشيله؟ ليك انا بحب شخصيته للسيد حسن صلاح. جاوبت بالاخر. اذا اضطريت تعمل واسطه لشيء، لشو رح تكون الواسطه؟ مثل شو يعني؟ لشيء واسطة. شو بالحياة كل لبنان الدنيا وسايط. يطلعوا لي رخصة فيما للسيارة. رخصة فيما؟ ايه. شو هالحلم الكبير؟ انا قلت رح يكون واسطة على شيء. لا لا هيدي هي، بس طلعوا لي رخصة فيما، ما بدي شيء ثاني. رخصة فيما يا جماعة. طيب اوكي، نهار بالاسبوع ما بتحبه؟ تنين. اف مثل ايام المدرسة. مع انه انا انتبه لا عندي لا شغلة ولا عملة
وشغلي مش انا بديره وكل شيء يعني، بس انه ما بحب التعامل. تمام، مزعج مزعج خلص هيك بعد الاحد. ما بعرف ليه ما بحبه يعني، مع انه ما عندي شيء انا. اذا شفت شابين عم يضربوا بعض على الطريق وحد بيتك وطالع صوتهم كثير وشفت الضرب كثير قاسي صار، بتتدخل؟ لا ما لي علي على الموضوع. انه اذا شابين بعرفهم ولا ما بتعرفهم؟ لا لا ما بعيد، ما خصني. بتعتبرهم ما كانه في شيء؟ لا لا ولا كانه في شيء. مين بالنسبه لك البلوجر او الانفلونسر المفضل عندك؟ بلوجر او انفلونسر مفضل عندك؟ ليك كيمو كثير بحب القصص بينزلها وعلى طول عنده شيء جديد يعني، ما بيعيد شيء قديم. حسه هو نمبر 1 يعني كانفلونسر؟ حاليا نمبر 1 معروفة بلال حداد على كل مواقع التواصل الاجتماعي. مش كيمو؟ لا انا بحب كيمو بس كصديق. بلال حداد كارقام وكفيوز وكاعداد. شو اللي بيلفتك اكثر، الشهره او المحبه؟ ليك انا من انا وصغير بحب الشهره وبحب اكون مشهور، فنقشت معي على خبريه احلى شاب على تيك توك. يعني لقيت الشهره مش المحبه؟ محبه العالم. ليك يعني انت كسارج عندك اشخاص بتحبك وعندك اشخاص بتكرهك. والدنيا اراء واذواق. يعني انا عندي كمان هالعالم اللي بتحبني والعالم بتكرهني. رد للسؤال. رد لك السؤال. انت شوف كيف بتطلع شهره ولا محبه؟ شهره ولا محبه؟ انا بفضل تكون شهرتي من ورا محبه الناس. ايوه خطيره. منيحه منيحه. طيب ليه في ناس بتستفزها كلمه تيك توكر؟ ما بعرف. ليك انا ما بنكر اني طلعت من ورا تيك توك. قلبت وردت. ما بيأثر حد. انا ما بنكر اني من ورا تيك توك انشهرت وطلعت يعني، بس انا ما بحب حدا يقول لي انه انا تيك توكر او شيء يعني. مزعجي يعني كمان انت من الناس. مش مزعجي بس انه ماني مثلا ماني من الاشخاص اللي بيفتحوا لايف او بيطلعوا لايف او شيء. اذا لاحظت ما كثير بفتح لايف على تيك توك قليل يعني، غير اذا شي نهار بالليل كنت زهقان خطر على بالي اطلع احكي مع العالم. بتطلع ساعتها بتحكي. طيب بأي عمر حسيت حالك انه بلشت توعى على الحياه اكثر شيء؟ 18. يمكن انا اللي عشته الحمد لله. هلا انا وين ومن كل النواحي، بس اللي انا عشته انا صغير ما بحس. اخر سؤال بكاتشاب، معك فوق المليون دولار؟ لا. اقل؟ اكيد. قد ايه معك؟ الله يطلع. الله كريم الحمد لله. كريم. طيب نروح سوا لها فقره واتساب. عم نمزح. فقرة واتساب، لنشوف سوا. جمال وصلت لك على واتسابك وتشوف شو بترد عليهم. يلا هيدا رقمك البرايفت. بيسألوك هيك سؤال؟ ايه. شو برد؟ ايه انه ايه هيدا رقم البرايفت. معنا بتطولت ترد على الواتساب بس. لا ما في اشخاص بعطيهم رقم البرايفت، في اشخاص بعطيهم رقم التقريب حسب كل شخص. طيب وينك؟ نسيت انه عندك اجتماع. تنسى؟ تنسى مواعيدك. باي. لا انا زلمه كثير ضيق بالمواعيد. ضيق بالمواعيد كثير منيح. حلو. هي في اطلع معك لايف وتدعمني تيعملوا لي فولو؟ كثير ضد، ما بحب. ما بتدعم حدا؟ لا بدعم بس ما بحب انه حدا يضرب صاحبتي فجاه ويصير يقول لي تعال نفتح لايف كرمال اللي عندك يعمل. اذا حدا صاحبي معك. حدا صاحبي معي بس ما عنده الفولورز اللي عندك اياهم. بدعم بس مش بلايف. ما مش مضطر. بدعم بس حسيتك. لا ليك انا زلمه هيك يعني دغري هيك بحكي مهند. بدي اعمل دعايه لمحل، قد ايه بتاخذ؟ مش انا بسعر، كينجو بسعر. كينجو بسعر اكيد. طيب عايز مصاري بتديني؟ انا كثير ضد اني دين. لا مش هون فكره. كثير ضد اني دين حدا لاني عملتها مره وصار مشكله طويله عريضه، فكثير ضد اني دين حدا لا ما اخسر الشخص اللي عم دينه يعني. اذا حدا بعث لك بس هيك ما بترد؟ لا. مين ما كان يكون؟ مين ما كان يكون طبعا. طيب بنروح نحن وياك لفقره تيك توك تايم. كمان بهذه الفقرة هيك مهضوم كثير، رح نعمل تشالنج مهضوم رح نفاجئك فيه. انت يمكن معود بعد مطارح اكيد ما نطلب من فرح يعطيك علبة. هيدي العلبة شو فيها يا ريتا؟ هيدي العلبة فيها حجر من محلك الخاص حجازي ستونز.
بدك تعمل له. بس اقول له انت ما عندك محل احجار. لا ما عندي. اذا صار صار عندي شكله من اليوم. من وين؟ ايه ضلك حافظ. من اليوم صار عندك. من اليوم صار عندك. معك اكيد مع كاميرا المخرج جارو جبور رح نطلب منك تطلع على الكاميرا ومعك 30 ثانيه رو 30 ثانيه بليز. ونعنا انه بدنا نشتري من عندكم اكيد. هلا اذا عن جد بدناك حتشتريها هلا مني. لا هات شوف يلا 30 ثانيه لك الكاميرا. يلا. اول شيء هذا الحجر هيكو كيف عم بيشعشع وعم بيضوي وعم يبرق. حجازي ستونز بجيب لكم الحظ والجمال وكل شيء بدكم اياه. وبمجرد ما لبستوها هيك تنطروا 10 ايام، بعد 10 ايام تلاقوا جيبتكم صار هالقد فيها مصاري كثير مش شوي، على تلاقي كل العالم اشتريتها. فبشجعكم تشتروها، سعرها حلو بس لقدام حتكون غاليه عليكم صدقوني. اوف واو كثير حلوه الفكره. بتامن انه بالحجر بتامن انه بالحجر الحجر بيعطيك هيك طاقه او يمكن شيء بوزيتيف؟ لك يمكن من شخص معين اذا اعطاني اياها ممكن تجلب الحظ مثلا. اذا تجلب الحظ ممكن تجلب. ايه كثير منيح. اخر فقره 10 على 10. رح اقول لك هلا 10 قصص كثير مهمين بحياتك مفروض يكونوا، كيف انت بتحطهم من 1 للـ10 من الاهم للاقل اهميه. هات لنا اقراهم. اي اول شيء رح نقراهم. شغلك، الحب، احلامك، عصبيتك، كرمك، الدقه تبعك، ذكائك، شهرتك، تسرعك بالقرارات وتفاؤلك بالحياه. ايها اهم وحده تتكون هي النمبر 1؟ اهم وحده؟ مين النمبر 1 بيناتهم؟ والله صعبين. ايه فحص صعب جدا. اكيد شغلي اول شيء. اول شيء اكيد. لو ما الشغل ما بيفوت كاش ماني على الجيب طبعا. لكن شغلك نمبر 1. شغلي نمبر 1. نمبر 2 حب، احلامك، عصبيتك، كرمك، الدقه. احلامي في كثير قصص عم بحلم فيها بعد ما تحققت ان شاء الله بنحققها. نمبر 2 احلامك. احلامك هون. احلامك هون. نمبر 3 شخص عصبي بس فضل خليها للاخر، وشخص كريم كمان بس الذكاء مثلا الدقه تبعي. انا شخص كثير ذكي على فكره، ففضل تكون هي بعد الاحلام. بعد الاحلام. بعد الاحلام. لكن شغلك احلامك ذكيك. اوكي. 4 الشهره كبيتها. ماني كثير سريع بالقرارات يعني هذا بتتركها للاخر. بتتركها للـ10 من 15. انا شخص كثير متفائل بالحياه، كثير عندي تفاؤل بالحياة. اوكي 4 يعني. 4 تفاؤل. ايه. 5 شهرتي. شهرتك 5. اوكي. 6 عصبيتك، كرمك، دقة، تسرعك بالقرارات. دقيقة كثير بالقصص، كثير بدقق بكثير قصص. فالدقة تبعي. يا ريت تسرعك بالقرارات بيجي الليلة. نحطه نمبر 1 عم بنزل. طيب اوكي لكن اوكي برجع. بعد عندك عصبيتك، الحب، وتسرعك بالقرارات. اوكي عصبيتي معناته لازم اشتغل شوي عليها عشان كثير عصبي. 7 وتسرعي بالقرارات مع انه ماني كثير متسرع بالقرارات. والحب اخر شيء عصبي يعني معناتها مزبوط. ما سمعتي سؤال؟ عصبي يعني موضوع العنف بنرجع له. يعني مزبوطة؟ انا عصبي. ايه والله كثير عصبي. يعني بتعنف امرأة؟ لا هلا مش ولا مرة صارت معي، ما بعنف يعني بس انه يمكن تكون ضربة مثلا. يعني بيحضر حلقة من الأول بيوصل لهون بيقول اف بيربطهم ببعض. ضربة ضربة كيف يعني ضربة هيك شبقة يعني بالكباية؟ لا مش بالكباية، ما بنودي على المستشفى نحن. مش هالقد. ايه آخر شيء الحب. آخر شيء الحب. ايه والكرم قبل آخر شيء. مقطوع. الكرم تركته للآخر. أنا مشيت على حسب أنت شو عم تقولي. ايه لا لكن الكرم بيرجع الحب. كرم بجد. محمد حجازي للاسف خلصت حلقتنا. موفق دائما وين ما كان على السوشيال ميديا وناطرين اللي عم تحضروا اكيد قريبا جدا. بدك تحضروا تتابعوا؟ اكيد عم تتابعوا. اكيد رح نتابعهم. يلا بالتوفيق واكيد ناطرين اعمالك الجديده. ثانك يو. شكرا. هذه كانت حلقتنا مشاهدينا، بكره حلقه مليانه اخبار فنيه حلوه كثير. ريتا وانا انطرونا بنكست. وي لاف يو اول.